فيلم رحلة 404 تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، عارفة عبد الرسول. منى زكي في مغامرة مقدسة من القاهرة إلى مكة. كتبت وقلت تراجعنا كثيرا بينما تقدم الآخرون. صار من النادر أن تشاهد فيلما مصريا به روح السينما. هناك من دأب على تحطيم الخط الفاصل بين الشاشة والحياة. صار الممثل الذي يؤدي دور منحرف صورته الذهنية عند الجمهور أنه يتمثله لا يمثله. رحلة 404 كان من المنتظر أن يعرض في شهر ديسمبر 2023 داخل المسابقة الرسمية لمهرجان البحر الأحمر تحت عنوان القاهرة مكة. قبل الإعلان الرسمي عن مشاركة الفيلم طلبوا من المنتج محمد حفظي سحب النسخة، ولا يكتفي أيضا بهذا القدر بل عليه أن يعلن أن النسخة لم تكن جاهزة أساسا للعرض، والتزم المنتج لأنه لا يملك غير ذلك. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه عرض الفيلم النهاردة وبعد ما الناس شافته أظن يأكد تماما إن تخوفات الرقابة لم تكن أبدا في محلها، وانه في توجس مسبق لاي شيء جد بيتكلم عن قضيه جاده، لاي كاتب او مخرج بيعملوا شيء حقيقي له علاقه بالسينما. الفيلم ده صالحني انا شخصيا على السينما المصريه بعد فتره كده، وانا حاسس فين افلامنا، فين السينما، فين احنا، فين احنا بره، فين احنا في الداخل، فين الفيلم المصري في اي مهرجان داخل ارض الوطن؟ ما بتلاقيش فيلم يمثل الوطن. ليه؟ عشان تلك القيود الرقابية اللي خلت الكاتب والمخرج بيبعدوا عن المشاغبة مع أي قضايا بنعيشها، خوفا من أن الرقيب يرفض، وبالتالي يبقى فيه مضيعة للوقت. والفيلم ده من ضمن الحاجات، الفيلم في النهاية مشروع اقتصادي أيضا يجب نحطها في الحسبان. فلما أقعد أنا سنة، واحد أنتج فيلم يقعد سنة عبال ما يتعرض، ده بيسبب له خسارة مؤكد مادية. فعشان كده الناس بدأت بتخاف، السينمائيين بدأوا مش قادرين يعني يدخلوا بقوة. الفيلم ده قال لا يا جماعة، اهو هل لما اتعرض حصل ايه؟ حصل ان الجمهور راح، حصل الناس شافت نفسها على الشاشة. بس الجمهور لما راح، انا شخصيا رحت وكلمتك وانا داخلة، وبعدين بعد ما خرجت من السينما قلت هو ايه يعني، ليه القاهرة مكة مش هو اسم الفيلم؟ ليه رحلة 404؟ انا وانا بتفرج على الفيلم قلت ايه علاقة رحلة 404 بالفيلم؟ الرقابه برضو من ضمن الافكار اللي عندهم اللي فيها ملهاش معنى من وجهه نظري، قد يكون هم عندهم معاني اخرى. انا بقول لك انا فهمي ان هو قراءه خاطئه وخوف مسبق بيعيشوه، فبالتالي يقول لك غير الاسم. فطبعا ده اسوأ الاسماء يعني كعنوان، ولكن اللي بيغفر له ان في الاخر الاسم هيموت، هيتبقى الفيلم نفسه. يعني هننسى انه اسمه 404، رحلة 404 بتروح في سكة تانية خالص، لكن الاسم الاول رايح في معنى مغاير. والمسألة ما كانتش مجرد رسالة دينية رغم أهمية الرسائل الدينية، لا، ده في رحلة مهمة جدا للتطهر كلنا بنعيشها مع البطلة. يعني من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر، يعني زي ما السيد المسيح عليه السلام. يعني عايز اقول كلنا شفنا بشكل او باخر الفيلم بيستعرض النفس البشريه بطموحها، بضعفها، بقوتها، بصمودها، بكل تفاصيلها. فمن هنا جت اهميه الفيلم، وجاء فعلا انه في عناصر ابداعيه. انا عايز اقول انه الكاتب محمد رجاء ده موهوب جدا بجد، يعني لان احنا عندنا مشكله في الكتابه. محمد رجاء احد اهم كتاب الالفيه دي. هتشوفيه منين؟ يعني إيه؟ هشوفه في فكرة كيف يحكي. في أول حاجة لما نتكلم عن الماضي بنعمل فلاش باك، كل وقت بتحكي البطلة قابلت فلان وعلان وبنشوف اللي فات. ده الحل السهل، وده ودايما أسهل الحلول هو أسوأ الحلول، لكن الإبداع أبعد من ده. هو عمل إبداع إن هي في اللحظة بنشوف الماضي، وهي بتحكي في اللحظة نرى الماضي من خلال شخصية كانت موجودة في ماضي البطلة. لما بتقابلها نقدر نسترجع كيف كانت علاقتها بالبطلة في هذا التوقيت. منى زكي في الفيلم اخبارها ايه؟ هنقفل بمنى زكي. يلا، عشان من حق المخرج كمان. هاني خليفة. ايوه طبعا، عمل شغل حلو. هاني انا عرفته اول مرة هو وتامر حبيب في سهر الليالي، فيلم كسر الدنيا من 20 سنة،
ومثل مصر في كذا مهرجان وفي الاوسكار كان منى زكي برضو احدى وكانت بطلات، منى كانوا ثمانيه وحنان ترك برافو، وكان شريف منير وفتحي عبد الوهاب ايوه وجان خالد ابو فاضل النجا وعلا غانم كويس، وحصد جوائز عديده جدا، وكانوا حتى في اكثر من مهرجان انا متذكر جيدا، كان دمشق ومعهد العالم العربي في باريس وحاجات تانية، بس انا فاكرهم في اللحظه دي. كانوا بيدوا الجائزه توزع على ثمانيه، جائزه احسن ممثل وممثله للثمانيه من فرط الجمال. المهم العمل ما كانش مجرد طبعا اداء ممثلين عظيم، لا كان فيه كتابه حلوه من تامر واخراج ممتاز ووعد وايضا هاني خليفه رائع. بعد كده ابتعد، حاول يرجع في احد الافلام اظن اسمه سكر زياده، لم تتوفر كل العناصر. انا بشوف هنا العود مظبوط، هنا وضع هنا السكر كان مظبوط سكر الابداع سكر كان الابداع كان منضبط مظبوط عند هاني كويس خليفه المره مع دي الكاتب محمد رجاء، اتعمل سحر، شفنا سحر السينما، جمال السينما في الموسيقى في المونتاج في التصوير، تفاصيل الابداعيه هي دي السينما، مش الحكايه، لا التفاصيل، حتى لما قلت الحكايه جمالها مش في الحكايه، كيف سرد محمد رجاء الحكايه، كيف حكى الحكايه. فده فيلم من الافلام الرائعه جدا المهمه جدا. جدا جدا في الفتره سكر الاخيره، الفيلم بقى منى زكي. الممثلين رائعين حاليا في منى زكي. حاضر شيرين رضا كمان موجوده. شيرين رضا يعني انا بقيت ايه، هتبقى عامله زي بيومي فؤاد في الافلام ولا ايه؟ لا لا شيرين موجوده وشيرين ممثله، ودايما المخرجين بالنسبه لشيرين بيبقى في دور هي ما ينفعش غيرها، يعني هي تفرض نفسها على الشخصيه الدراميه، يعني نجيبها كانت عامله وبعدين دور غريب بتنساب في الفيلم. مشهدين تطلع فيهم لازم تفضل عينك فاكراها بجد، فممثله هايله واختيار موفق من المخرج في تسكين الادوار اللي هو واضح مع محمد ممدوح كلهم الحقيقه. محمد ممدوح ومحمد فراج يعني هما ضيوف شرف، يعني هما عملوا حلو جدا طبعا المشاهد اللي عملوها، بس هي نجمه الفيلم لوحدها منى زكي. محمد ممدوح عمل كام مشهد ومحمد فراج سيبك كام من مشهد. كام ابداع، محمد فراج عامل ابداع وممدوح ابداع، يعني طبعا طبعا مش طبعا لا كان في في مسابقه في الابداع بينهم هما الاثنين، رغم انهم ما اتقابلوش في ولا صح مشهد، بس فراج كان عامل مشاهد رائعه جدا ومحمد ممدوح كمان مشاهد هنا رائعه. المخرج بقى اللي بيسكن الادوار ويدي مفتاح لفن اداء الممثل. منى زكي اكتر فنانه من وجهه نظري الفيلم ده صالحها على جمهور السينما. بعد ما صالحها المسلسل الاخراني لا اخر على مسلسلات الحقيقه، لا منى من اول لعبه نيوتن. برافو عليك، وقبلها كان في بتاع لو قصه نجيب محفوظ المهم منى والسنه اللي فاتت تحت الوصايه. تحت المسلسل اللي فاتت واللي قبلها نيوتن، وبعدين المسلسل كان عامله محمد ياسين بتاع نجيب محفوظ، يعني كان في لا منى اختياراتها التلفزيونيه رائعه. كان المشكله عندها، المشكله عند منى في السينما، لانه منى بيعرض عليها غالبا مش البطله، بيبقى دايما الرجل هو البطل البطل وهي الـ الـ وبالتالي يعني حبيبة المعروض البطل او زوجته. مش ده يعني مش ده الطموح، مع تغير توجه السينما. بس تيمور وشفيقة كانوا متوازيين مع بعض، هي واحمد نسبة ما السقا برضو، ولكن هتلاقي برضو تيمور واخد حتة اكتر شوية، افريكانو برضو هي واحمد السقا شوية برضو هتلاقي بس في كل الاحوال بتقاوم بتقاوم وبتتواجد في الدور. المرة دي لا ده الدور هي، يعني واحكي يا هي شهرزاد العنوان طبعا. احكي يا شهرزاد كانت عاملة يعني طبعا ما بقولك هي موجودة، لكن انا رأيي الذروة عندها هنا هذه المرة. تقول لها ايه في اخر لا الحلقة؟ لا منى انا رأيي انه منى يعني تاخد الفول مارك. منى تستحق فعلا كل حفاوة، كل تقدير على اختياراتها وذكائها، انها بتتحدى حاجة مهمة جدا. منى صورة ذهنية ايه؟ السينما النظيفة، لما بتعمل دور فيه جرأة، وانا رأيي ان الجرأة دي مش معناها عري، عشان احنا اتعودنا كلمة جرأة يعني عري، لا الجرأة في الفكرة، الجرأة في الإيحاء، دي جرأة وهو ده الفن مش الإباحية. كما عشان كده لما يقولوا فين السينما النظيفة، لا ده أسوأ حاجة. منى قدرت إن هي فعلا تقدم دور يضعها في مقدمة نجمات الشاشة العربية كواحدة من أهم
ان لم تكن اهم نجمه في الالفيه الثالثه. ختامها مسك، اشكرك اوكي. شكرا جزيلا الناقد الفني الكبير استاذ طارق الشناوي، شكرا شكرا جزيلا ليك. اللغه في السينما هي لغه شباك التذاكر، لغه الايرادات، وده في مراحل معينه كان من اسباب تراجع البطوله النسائيه في السينما المصريه. اللي حصل في الموسم الحالي ممكن يبقى نقطه انطلاق يا رب ترجع منه البطولات النسائيه المطلقه، وما تبقاش يعني مجرد تغريده مؤقته خارج السرب. اشكركم شكرا جزيلا، بكره مصر جديده ان شاء الله.